وللحديث عن عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية والنازحين في انتخابات مجالس المحافظات في العراق، والأنباء عن ضعف المشاركة والمقاطعة لها واستغلال الأحزاب السياسية لملف النازحين، معنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بك سيد عبد القادر. يعني في سؤالي الأول لكم، كيف تقيمون الإجراءات التي أقيمت بها هذه الانتخابات الخاصة لمجالس المحافظات؟ هل هي حريصة بالفعل على مشاركة النازحين وضرورة تمثيلهم والدفاع عن قضاياهم؟ تفضل أستاذ عبد القادر. أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. بدءا، العملية الانتخابية حقيقة من خلال إعطائها لشركة ميرو سيتي، هذه الشركة الضعيفة والتي شكلت يعني مخالفات جسيمة لا سيما في إشرافها على انتخابات الكونغو وقرقستان، وحذرت مبعوثة الأمريكان في الأمم المتحدة من هذه الشركة لبعض الدول لأنها سوقت على أنها شركة أمريكية كبيرة وهي كذبة أيضا أخرى. نعم. وبالتالي حقيقة نتكلم عن إحباط العراقيين من خلال التنظيم، أي أقصد الذين ربما يذهبون إلى الانتخابات من هذه الشركة الذي جل موظفيها 28 موظف فقط بعقد كبير تماما تم إعطائه لأنه أحد الأطراف السياسية الرئيسية يمتلك أسهما فيها. لذلك حقيقة إدارة العملية الانتخابية في العراق يشوبها الكثير، لأن أجهزة القراءة الأخيرة لنتائج الانتخابات يمكن التلاعب فيها كما كشف في الدول التي ذكرتها من خلال تزويرها بشكل واضح. ثانيا، اليوم سجلنا قضية مهمة تماما من خلال متابعاتنا الدقيقة لمؤسسات المجتمع المدني الذين رصدوا عدد الناخبين من الأوراق الموجودة فعليا داخل الصناديق الاقتراع. يعني أعطيك مثل، كركوك عدد المنتسبين العسكريين والأمنين فيها 70,000، وعدد الأوراق الموجودة داخل صناديق الاقتراع 22,000، أي معنى أنه 39% هي نسبة المشاركة و61 نسبة المقاطعة، لكن المفوضية أعلنت 70%، أي أدخلت أنها 20,000 صوت آخر تزويرا داخل هذه المحطات الانتخابية لصالح جهات سياسية. هذا يؤكد حقيقة على أنه الآن يجري عملية التلاعب الكبيرة بهذه النتائج الانتخابية. ثانيا، ما سجلناه أنه هذه الأجهزة الأمنية التي هي يعني مسيطر عليها شهدت نسبة مقاطعة عالية حتى بالنتائج التي تعلن بين المحافظات أو ما تتبناها المفوضية، أي بما معنى أن الأجهزة الأمنية المسيطر عليها والتي يمكن إخراجها بالقوة كما حدث لبعض الجرحى من إخراجهم بالقوة لإدلاء بأصواتهم، وكما رأينا الكتب الرسمية من المراجع العسكرية بتزويدهم بالأسماء الذين لم ينتخبوا، يؤكد تماما على فقدان الثقة من الكتلة العسكرية بهذه العملية الانتخابية. وهذا ما سيعكس على أنه نتائج الانتخابات القادمة، أي بعد يوم آخر من الانتخابات المدنية، ستشاهد بمقاطعة كبيرة تماما للعراقيين. استغلال النازحين في هذه القضية بالتأكيد، لأن هؤلاء حقيقة لا حول ولا قوة لهم، وقد رصدنا يعني يوم أمس تهديدات واضحة. سنأتي على موضوع النازحين أستاذ عبد القادر، لكن اسمح لي أن أطرح عليك هذا السؤال. يعني السلطات الرسمية تتحدث عن مشاركة عالية للناخبين في يوم التصويت الخاص، ما دقة هذه النسب مع إخلاء وطرد وزارة الهجرة والمهجرين للعديد من النازحين الذين أقاموا مخيمات غير نظامية لاحقا بسبب تدمير مناطقهم؟ يعني هذه النسب عالية جدا لما تابعناه من خلال أنه عدد الذين تعلن عليهم المفوضية من يحق لهم الانتخاب هم 1,000,000 وما يزيد عن 300,000 نسمة من خلال أجهزة الأمن والنازحين. وبالتالي ليس هناك أي تفسير ومبرر أن يدمج النازحين مع الأمن. النازحين مواطنين عاديين، لماذا لم يكونوا في تصويت المدنيين؟ لماذا جرى إقحامهم في قضية الأمن؟ هذا كله حقيقة يشوبه نوع من عمليات السيطرة على النازحين. إذا ما رجعنا إلى النسب الحقيقية، فإنه حقيقة أثبتت هذه الأجهزة الأمنية أنها
ليست أجهزة عسكرية عراقية، هي مالية لأحزاب سياسية. نعم. وبالتالي هنا حقيقة أكدت مرجعيتها السياسية بأن ما يجري من أجهزة أمنية هو خليط سياسي تشارك فيه الأحزاب في هذه القضية، بدليل على أن كل طرف سياسي خرج العسكريين والأمنيين يدلون بأنهم تابعون أو صوتوا لهذه الجهة السياسية، مما أفقدهم حقيقة استقلاليتهم وكشفهم على أنهم تابعين للجهة السياسية. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار من خلال تواصلنا لكثير من المحافظات ومراقبة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني لعدد الأوراق الداخلة في الصناديق وعدد الذين يحق لهم انتخابات، لوجدنا أن النسبة متدنية، يعني في النجف 35%، في الأنبار 41%، في ميسان 29%، لأنه كما تعلم أن أغلب تلك الأجهزة الأمنية أيضا لها حضور للتيار الصدري، والتيار الصدري أعلن مقاطعته، وبالتالي هؤلاء لم يذهبوا إلى الانتخابات. هذه النسب المتدنية يرافقها النسب التي أعلنتها المفوضية وتأخرت في إعلانها، يؤكد تماما على أن هناك تزوير وتلاعب في النسب بطريقة واضحة. نعم. طيب أستاذ عبد القادر، يعني جئت على ذكر هذه الثلاثية ألا وهي الأجهزة الأمنية والأحزاب والميليشيات، ما خطورة أو حدثنا عن خطورة تسييس هذه الأصوات، لا سيما مع وجود تبعية لهذه القوات أي الأجهزة الأمنية تابعة هي بشكل أو بآخر للميليشيات والأحزاب، حدثنا عن خطورة تسييس الأصوات في ظل وجود هذه التبعية. أولا من المعلوم لو كان هناك جهازا عسكريا أمنيا للدولة كان لا يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، لأن هؤلاء حقيقة ليسوا لطرف سياسي، لكن بإقحام الأجهزة الأمنية والعسكرية للانتخابات يؤكد تبعيتها إلى هذه الأحزاب والميليشيات، وأن مرجعيتها بشكل واضح تماما. وقد رأينا الإرهاب الذي مارسه الحشد حتى على بقية الأجهزة الأخرى والتهديدات الواضحة في مراكز الانتخابات أيضا رصدناها من خلال مؤسسات المجتمع المدني، أن الحشد يعني مارس عمليات الضغط على الجيش الحكومي على الآخرين لانتخاب قوائمه، وبالتالي هذا أفقدها أن هناك أجهزة أمنية ستحمل الانتخابات المدنية، وأن هذه الأجهزة بدءا ستؤثر على الناخب وبالتالي ستجبره على الانتخابات، لذلك الناس لن تذهب إلى الانتخابات. هذه حقيقة لها خطورة كبيرة تماما أن يكشف أن هذه الأجهزة الأمنية تابعة للميليشيات وتابعة لأجنحة سياسية، أي أفقدها استقلاليتها، وبالتالي يعتمدون هم بالأساس على أصوات هؤلاء لأنهم مضمونين وتابعين لهم، يعني بدر وغيرها من الميليشيات التي زجت بالآلاف في الداخلية وغيرها، هي الأساس تعتمد أيضا على أن ورقة الناخب من خلالهم في رفع الأصوات، وإلا فإن المواطنين حقيقة لن ينتخبوهم بشكل كبير، وهذا حقيقة سيجعل أن هذه الأجهزة الأمنية مسيسة لصالح تلك الجهات الأول الأطراف السياسية، ما يشكل خطورة على أمن العراق وعلى المواطنين، وهذه الحقيقة التي ينبغي على العالم أن يعرفها، أن هؤلاء حقيقة هم من يسيطر على أمن العراقيين، ولذلك تشهد عمليات الانتقام والاعتقال والاغتيال للمواطنين المدنيين لأن هذه الأجهزة مسيسة. عودة للنازحين، يعني مصادر صحفية أستاذ عبد القادر تحدثت عن تهديد الميليشيات في المحافظات للعائلات النازحين من أجل اختيار جهات موالية لهذه الميليشيات. سؤالي إليك هنا، يعني إلى أي مدى ينسف وجود الميليشيات وسلاحها، إلى أي مدى ينسف العملية الانتخابية من أساسها ويكرس عدم شرعيتها ونزاهتها؟ هو نسفها بالفعل، لأنه التهديدات التي طالت النازحين بشكل علني وقبل الانتخابات بيوم أو يومين، وما شهدناه يوم أمس على سبيل المثال من اقتحام لمخيمات النزوح لمنطقة الجلام في الدورة، وهددت ميليشيات اللواء التاسع التابع لميليشيات بدر النازحين إذا لم يصوتوا لقوائم الحشد فإنهم لن يعودوا إلى ديارهم وإلى منازلهم مطلقا، ولن يحلموا بذلك، بل سيطردون المناطق وأقربائهم من الذين رجعوا. هذه التهديدات حقيقة تؤكد تماما على نسف العملية الانتخابية من أصلها، ولذلك لا حرية ولا يمكن أن تكون هناك عملية انتخابية بغض النظر حتى ولو نحن أوجدنا ملاحظات جسيمة على الشركة التي ترعى الانتخابات على طريقة
العملية الانتخابية، نعم. حتى لو وضعناها جانبا فإن هذه التهديدات تؤكد تماما على أن الآن لا يوجد أي عملية انتخابية، بل بالعكس يوجد أن هناك فرض إرادة السلاح لهذه الميليشيات وتهديدها بملف العودة إلى مناطقهم هو الذي يسود لغة الانتخابات، وبالتالي حقيقة أفقدها شرعيتها بالكامل، وأفقد هؤلاء الذين ينادون بأن هذه المحافظات يريدون أن يمثلوهم ويريدون عودة النازحين بأنهم لم يستطيعوا حماية هؤلاء وأصواتهم الانتخابية أو رغبتهم في المشاركة أو عدم المشاركة، فكيف لهم سيحمونهم بعد توغل هذه الميليشيات في هذه المحافظات؟ الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.